ماركينك هو حيرسي سفير كيو توغي مقدشو كدب قفكتو لما سيداده وصومالي لانك لك عاي دولادة ماريكنك هيا شغدي كير دي سفير كيو فردية دالك صومالي لاري أندري مدحوينة جو بايدن ايا سفير كعصوب اي ماريكنك هو قابل سان صومالي اومغا عابا ريشارد ريال كاسي هو حيستاه ود بوحدو وكومتلو دولادة ماريكنك كونة قارو قوام بوحا مدحوينة جو بايدن ايا مغا عابا امباسادر ريشارد تطبيع لباتن كي بيشان مارش وحانا لو قد بياقل كسندك سلو عصحيو سفير كعصوب ايا درجة سرك قاري سياسة داريمه ديبا دي ماريكنك تنجيل ريشارد ايا صون نوضي قنسول كقود ماريكنك وفر ديو بشاور او باكستان سفير كعيين كي افغانستان يمن يا نوروي ناري اندري او بدل ايا ريشارد ايا هرلو ويدي يينو كور يميد inu ku shaqeeyo xeerka iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka ee sanadkii hore meel mariyeen labada aqal ee Kongareska iyo sanadka Mareykanku isla markaana uu u xaqlin jiray dhinaca Soomaaliya oo ay siyaasad ahaan isku hayaan Soomaaliland sida daraadeed beddelka Larry Andre ayaa ku soo beegmay xilli uu warbaahinta mariyay hadalada diblomaasiyadda ka baxsan oo arrimaha gudaha Soomaaliland ku faragelinayo Larry Andre oo haa qoraal uu leeyahay lagu baahiyay boga safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa si qawan uga ramay qodobbaa ay khadka telefoonka ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya.